نبدأ بسم الله في نطقي والصلاة على الحبيب التقي عين الهدى دور معقي ومن به الكريم كرمنا بعد صلاة يا أخوان اسمع قصة سيدنا موسى بن عمران في مطلب الرحمن والرجال في الجنة في مطلب الرحمن والرهم قاموا في الجنة أطلب الله واستجب ليه الشاف مقامه بعينيه في الجنة قصر محاديه اللي شافه ويتمناه وقال له يا نعم القاهر لمن يكون هذا القصر اللي جعلتني له مجاور او اش راس القم منه او مجاهد في حقك او كان من قبل عبدك وربي وريني هذا عبدك نشوف انتنا قالوا جارك هذا في جنة الخلادة اتبشر سيدنا موسى بالسعادة افرح يشوف ويتمنى اطلب رافع السماوات الى باقي في الحياة ابغيت النظر واربي يا بالمقلاة والخبر ويتمنى قالوا جارك هذا في جنة الخلادة اتبشر سيدنا موسى بالسعادة افرح نشوفه ويتهنى استجب له القهر وقال له بطل ارض مصر وتما تلقاك الزهر هذاك جارك في الجنة اهبط موسى وساري سقصي وحتى اطلق جزر الحي ومحزم يبيع ويشري يقال موسى هنا يا زاد عنده قف حذاب يتكلموا يا سيدي طلبوا ضيف الله تكلم القزار وناداها يا سيدي صبر تسنوا الساعي اللي جاي يسأل ويقول له القزار الله يسأل وتخلع سيدنا موسى وتهول قال كلامنا سرفنا المخ اللي طاح من العظام يجمعوا القزار ويلم مني سنة ورخى الحزام ما ضيف الله يلا بينا ضيف الله زيد لياه خد بدون قزار وداه احتى وصل هو وياه شعل قزار الدوسنا جاب البرمة يا الخوان دار فيها مخخ الخرفان بسم طيبهم مزيان دا سيدنا موسى يتمنى وافرح سيدنا موسى نبي الله ويحسب النيت هذاك عشاه وتكلموا القزار وناداه ويا ضيف الله لا تمناه يا ضيف الله اصبر شويه صبر عقلك تهين وحتى تاتيك القصميان ومعند ربي مولايا زعينوا في الصقف وبانوا معلقين ليه جوج قفاف ونزل فيهم وحدة بالخفاف فيها مراشي بانية يا في عمرك هذا من سنين وكبرت ولات اثنين واغسلها مرض الوالدين وقوتها جيعانا اكلت حمضة الرعوف وسيدنا موسى قال اشتي شوف
يغسلها غطها بالصوم فاقت العجلنا. ويا وليدي عافاك وليدي عافاك اش وكنتي اباك. وقال لها عطيته قبلك لا تبقي منه حرانا. يا محبوبة ويا محبوبة وانا داير لكم النوبة. واقبلني يا امي تربي قبر التوبة. وانا عبد ابويا انا كنت رجل قتلوا. اللهم وليدي الكليم الرحيم اللهم وليدي الكريم الرحيم. يا وليدي شرك من الجحيم وتكون يا وليدي شرك يليم. سيدنا موسى نبينا يقطعها للزلبة وحتى هو دعمه وسقه. تكلمت هو سقصاه وش مكانته العالم. ووكلتيني يا وليدي يا نعمك وعداك يا وليدي تكون نسيتي امك. ووسيد ربي وسعك بيومها احسن احسن بينا يا وليد احسن بينا احسن بينا تلقى الحسان. وكما يدين الفتى يدان. وراك تكون جار كريم الرحمن سيدنا موسى نبينا. يتعجب سيدنا موسى بن عمران واستغرب ذاك الانسان. قال له يا صاحب الحسان فزتي ودركتي الجنه. بشرى رانا جيت نهنيك وراها نفدت دعوه والديك. واخبر امك مع ابيك قل لهم موسى ها هنا. اتلفت ليه القزر مذهول قال له اسيدي واش تقول. اوشت يا موسى بالمعقول ولا عاد حك عنا. قال له النبي ما يكذب النبي ما يكذب النبي ما يكذب. أنا موسى أبو العجب أمر ذي الميمة والأبز عندي قرب لهنا. أزن عند القزار عنقو سيدنا موسى يا أحضر. قال له يا نعم الجار محلاهم أم حلاهم يا ليتنا أم بيا يشهدوا والديك على يدي يا موسى نبيك. ورب زدي بجنة ربيك ويا جورا حسنا. إذا سيدنا موسى يبشر فيه والدي سمعوني وتكلموا بدنين ولا تقولي هالولي دمعة من مجمع غيرنا. وقال لهم عن كلم الرحمن والدي عن كلم الرحمن سيدنا موسى بن عمران وهو معنا في المكان. وقالوا يا فرحتنا يشهدوا ماتوا باثنين دفنهم سيدنا موسى وعبد المهيمين. ختمت بصلاة الأمين والحمد المولانا.